ختام ولا أروع ختام معرض دبي الدولي لليخوت بزيارة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي دائما يعطي الدعم الكامل لأي مشاريع ولأي معارض فحضوره حقيقة ما يؤكد بأن النجاح مستمر مدام هناك قيادة حريصة على المتابعة وحريصة على أن تزور هذا المعرض الذي أكمل 26 عاما. فهنيئا لنا جميعا وشكرا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذه الزيارة.